جاك مشته وزانة شبت النار. هذه مناقل نار مخصص للفحم أو الحطب إذا كان قطع صغيرة. هذا 60x60 وهذاك 50x50 وتحته هنا حوض عشان الرماد تجمع فيه الرماد. نجرب نعبيه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا غطاء نشيل الشفرة هذا ونعبيه الفحم. بسم الله. الشبك المربع هذا أخذ 4 كيلو تقريبا، كرتونين، كرتون واحد 2 كيلو، سعر كرتون 2 كيلو 3 ريال عندنا. هذا هو. جرب ولا لو سمحت. وهذا الفحم مثل ما انتم شايفين الحين يشتعل، تستخدم التدفئة وبنفس الوقت تصف المعميل حوله.